أهلا بكم على قناة مرجانا فن. وصفتنا اليوم مملحات جديدة ومتنوعة، بعضها الأول مرة راح تشوفوها على قناتي، وهذا طبعا إذا شاهدتم الفيديو للنهاية. هذه المملحات سهلة التحضير، تقدري تبسطي من مكوناتها على حسب إمكانياتك. خلونا نشاهد الوصفات مع بعض. وطبعا قبل كل شيء لا تنسي الضغط على لايك والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس. نبدأ بأول شيء مملحات بخبز التوست، تابعوا معي الطريقة. ناخذ خبز خاص بالتوست، نحطه فوق بعض ونبدأ نقطع الأطراف أو الجوانب بهذا الشكل. ثم ناخذ جبن للطلي، يعني جبن كريمي او اي جبن متوفر تقدري تستعمليه للطلي. نطلي على قطعة الخبز ثم نحط شرائح الجبن. انا الشرائح اللي استعملتها هي شرائح تشيدار، انت حرة تستعملي اي حاجة تحبيها. ثم حطي شرائح الدجاج او الديك الرومي أو البقر أو أي شرائح متوفرة. أنا استعملت شرائح الحارة بنكهة البيري بيري. ثم غلفيها بقطعة الخبز الثانية وخذي السكين وبدأي تقطعي قطع متساوية. ثم بعد الانتهاء ضعيها على جانب وننتقل إلى الخطوة الموالية. خذي خيار وقسميه على الطول إلى شرائح رقيقة نوعا ما، بحيث تساعد كيف الالتواء، يعني تساعد أنك تلويها. بعدين راح تشوفوا كيفاش. ناخذ هذا الشرائح مع أسياخ التقديم ونشكل بهذه الطريقة الموضحة أمامكم. أنا في الوسط حطيت طماطم كرزية صفراء باش نغير اللون، لكن إذا عندك طماطم حمراء كرزية حمراء أو عندك زيتون أو جبن الفيتا مربعات أو أي شيء متوفر أمامك تقدري تعوضيها بها، وبهكذا يكون عندك كنابي سريع للضيوف أو العائلة. هذا النوع من الكنابيات موجود كثير بكثرة على الإنترنت. ننتقل إلى وصفتنا الموالية واللي هي الأول مرة راح تشوفوها على سلسلة المملحات، دجاج ساتي مع صلصة غازباتشو. ناخد في آلة الطحن حبتين طماطم كبيرة، قطعة معدنوس أو ورق، إذا عندك ورق المعدنوس خذي قليلا، حفنة قزبر، فص ثوم، فلفل أحمر حلو خذي قطعة صغيرة فقط، فلفل حار خذي حسب ذوقك، إذا تحبي الحار كثري منه. التوابل نحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة كمون، ملح، فلفل أسود، ملعقة صغيرة من السكر، وعصير نصف ليمونة. نطحن كل شيء مع بعض. ثم نروحوا للدجاج، عدنا صدر دجاج مقطع بهذا الشكل الطولي
رشة فلفل أسود، كمون، ملح، ملعقة صغيرة من الخردل، عصير ليمون، ملعقة صغيرة من صوص الصويا. ما عندكش صوص الصويا؟ معليش تجنبيه. نصف ملعقة صغيرة من الحرور الحار. نخلط كل شي مع بعض، ثم نضيف زيت الزيتون من فوق ونخليها مدة ربع ساعة على جنب حتى ترتاح أو أكثر. بعدها نأخذ أسياخ ونحط الدجاج بهذه الطريقة. ثم ندهن المقلاة على النار، نشوي الأسياخ من الجانبين حتى يطيب الدجاج. بالنسبة لطريقة التقديم، في كؤوس نحط الجازباتشو. تعود أصولها إلى الأندلس، بحيث هذه الشوربة تطحن فيها الخضر بدون طهي، يعني الخضر خضرة هكذا، وتقدري تنوعي في الخضر وهي صحية تماما. ثم نقدم الأسياخ بهذه الطريقة. جمعت لكم هذه الوصفة ما بين المشرق والمغرب، من الدجاج على الطريقة الإندونيسية إلى الشوربة على الطريقة الأندلسية، يعني من إندونيسيا إلى أندلسيا. ننتقل إلى المملحات الثالثة، أكواب البارميزان بالجبن. نأخذ مقلاة ساخنة، نحط عليها بارميزان بهذا الشكل الدائري. حاولوا ما تخلوش فراغ في الوسط، لأننا راح نحط الحشو من بعد. بعد ما يحمر ناخذها بكل هدوء ونحطها على كاس أتاي، أي كاس صغير خاص بالشاي، وبهذه الطريقة نشكل كوب. راح تكون ساخنة، فحذاري عند التشكيل. بعد ما تاخذ الشكل نخليها جانبا تبرد. نحضروا الحشو. انا حطيت زيتون مقطع، زيتون اسود، مع كريمة الجبن. هاد الكريمة منكهة بالثوم، تقدري تعوضيها في الجزائر بالجيرفي. حطي شوية فلفل وملح وخلطي. ثم نملأ أكواب البارميزان بحشو الجبن والزيتون، وزيني بالخضر أو الباتي أو الكاشير، يعني أو المورتاديلا، أي شيء حسب ذوقك. أنا متأكدة أن ذوقكم راقي وجميل مثلكم حبيباتي.
وبهنا يكون كمل فيديو اليوم. نتمنى الوصفات تكون راقت لكم واستفدتوا بأفكار جديدة نوعا ما. اشتركوا بقناتي لدعمي واضغطوا على الجرس وانضموا إلى مجموعتي بالفيسبوك وصفات طبخ مع مرجانة، وصفحاتي بالسوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام @marjanafun. الروابط كلها أسفل الفيديو. نشوفكم قريبا وإلى اللقاء.